مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فطيرة دجاج. عنا حوالي كيلو صدر دجاج، زيت نباتي، علبتين فطر، وعنا عجينتين من الباف بيستري، بصل مقطعة بهيدا الشكل، بقدونس، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، ملعقة صغيرة ملح، وظرفين شوربة الفطر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط زيت نباتي، حطيت حوالي 5 معالق طعام، كمان بحط البصلة، بقليها للبصلة شوي على الغاز. بس قلت البصلة حوالي دقيقة، هلأ بحط فوقها دجاج. بسم الله، حركن مع بعض، بغطي الطنجرة وكل شوي بحركن شوي. بعد 5 دقايق بحط فوق الدجاج 300 ملي مي، كمان بقدونس، البهار، الملح، والفطر. بحركن شوي مع بعض، بغطي الطنجرة وبتركن يغلو مع بعض. بعد حوالي 7 دقايق هلأ بحط شوربة الفطر فوقن. بسم الله، بحركن مع بعض، هلأ بتركن يغلو مع بعض حوالي دقيقتين. بعد ما غليتن آخر شي دقيقتين، هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عنا صينية بندهنها بالزيت النباتي، منجيب العجينة كمان، هلأ الزايدين بقصن أكيد. حط الخلطة بقلب العجينة بهيدا الشكل، هلأ بدنا نحط العجينة التانية فوق هيدي العجينة، نبدأ بهيدا الشكل كمان. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى ومن الأسفل. بعد ما مدينا العجينة بهيدا الشكل، هلأ عندي زبدة دايبة، ملعقة صغيرة زبدة دايبة، بدهن العجينة. هلأ بحطها بفرن حامي على درجة 250 من الأعلى والأسفل. هيدي فطيرة الدجاج اللي عملتها أنا وياكم، أخدت بالفرن حوالي 30 دقيقة. لنشوفها مع بعض. بسم الله، قصيتها أكيد. وجبة عن جد كتير كتير طيبة. هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ هيدي فطيرة الدجاج اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.